السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنشرح النهارده الجزء الثالث في الباب بتاع جروث اند ديفلوبمنت. هنتكلم النهارده في الجزء بتاع انفانت. الانفانت اللي هو طفل رضيع. بيقول لي الديفينيشن بتاع النورمال انفانت، اتس ذا بيريود ويتش ستارتس ات ذا اند اوف ذا فيرست مانث اب تو ذا اند اوف ذا فيرست يير اوف ايج. يعني هي عباره عن الفترة من نهاية الشهر الأول من عمر الطفل إلى نهاية السنة الأولى. إحنا كده كده حافظينها من الجزء الأولاني خالص في الانترودكشن، إن المراحل العمرية للطفل من ضمن المراحل العمرية اللي هي الإنفانت، والإنفانت دي بتكون إيه؟ من 1 month to 1 year. بعد كده بيقول لي الإنفانت growth and development during this period or rapid، بيكون النمو والتطور في المرحلة دي بيكون إيه؟ سريع جدا. تمام. بعد كده هندخل على الفيزيكال growth. الفيزيكال جروس، اول حاجه نتكلم على الويت اللي هو الوزن. بيقول لي ان الانفانت جين بيكسب، بس احنا هنقسم السنه اللي هي 12 شهر هنقسمها على 3 اجزاء، كل جزء هيبقى 4 شهور. تمام. كل 4 شهور، يعني في الاربع شهور الاولى اللي هو منذ الولاده البيرث 2 4 مانس، الطفل ده هيكتسب 3 ارباع كيلو كل شهر. بعدين الاربع شهور الثانيه اللي هو من 5 ل 8 شهور هيزيد نص كيلو كل شهر. الاربع شهور الاخيرة من اللي هو من 9 ل 12 شهر وزن الطفل ده هيزيد ربع كيلو كل شهر. طبعا دي محتاجة حفظ، مش ما فيهاش اي فهم خالص. تمام. بعد كده بيقول لي ان as the infant is double his or her purse weight by من 4 ل 5 months and triple by من 10 ل 12 months of age. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطفل ده مولود بوزن معين، تمام، هيحصل دبل للوزن ده في سن من 4 ل 5 شهور، وهيحصل تريبل للوزن ده من 10 ل 12 شهر. يعني مثلا لو انا عندي مثلا نيونيت او نيبون الويت بتاعه 3 كيلو، تمام، بعد 4 شهور وزنه هيبقى قد ايه؟ دبل للوزن، الوزن كان 3 دبل 2 في 3 ب 6 يبقى وزنه 6 كيلو. طيب عند مثلا 10 شهور هيحصل تريبل الوزن، وزنه كان 3 تريبل 3 في 3 ب 9 9 كيلو. تمام ماشي، السطر ده مهم قوي. تمام. او ممكن ان انا اعمل بقى كالكوليتنج للانفانت ويت، يعني ممكن احسب للويت بتاع الطفل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي وزنت الطفل، انا مش عارف هو دلوقتي مثلا عنده 9 شهور، فانا مش عارف هل وزنه بالنسبه لعمره كده طبيعي ولا مش طبيعي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل كالكوليتنج للويت، يعني انا هحسب الوزن بتاعه بناء على المعادله اللي موجوده عندي، وبعدين هقيم هل الوزن ده مناسب مع السن بتاع الطفل ولا لا. يعني هحسب الاول، هحسب من المعادله هيطلع لي رقم، هوزن الطفل هيطلع لي رقم، هشوف الرقمين دول قريبين من بعض او متساويين ولا لا، وبناء عليه احسب بقى ان الطفل ده نورمال ولا ابنورمال. طب ايه المعادله دي؟ بتقول ان طبعا دي مش ثابته في كل المراحل، دي بس خاصه بمرحله الانفانت. تمام. الايج ان مانس، يعني عمر الطفل بالشهور زائد 9 على 2، برضو دي حفظ. وطبعا هنا هو شارح مثال بيقول مثلا عندنا طفل عمره 9 شهور، فوزنه هيبقى 9 زائد 9 على 2 فيها 9 كيلو. تمام. تمام. بعد كده هتكلم على اللينس اللي هو الطول. بيقول ان يحصل length increase about 3 سنتيمتر each month during the first 3 months of age، يعني اول 3 شهور من عمر الطفل بيزيد 3 سنتي كل شهر، كل شهر بيزيد 3 سنتي في اول 3 شهور. بعدين then it's increased 2 سنتي per month at the age of 4 or 6 months. يعني 3 شهور اللي بعد كده اللي هو من 4 ل 6 شهور بيزيد 2 سنتي. بعد كده زينت انكريز 1.5 سنتي each month as من 7 ل 12 months، يعني بعد كده بيزيد 1.5 سنتي كل شهر في الست شهور اللي باقية. ما هي السنة متقسمة على 12 شهر، احنا قلنا اول 3 شهور بيزيد 3 سنتي، تاني 3 شهور بيزيد 2 سنتي، الست شهور الاخيرة بيزيد 1.5 سنتي كل شهر. يعني اول 3 شهور بيزيد 3 سنتي كل شهر، 3 شهور اللي بعدهم 2 سنتي كل شهر، 6 شهور اللي بعدهم 1.5 سنتي كل شهر. تمام. بعد كده بيقول لي ان الهيد سيركمفيرنس، يعني محيط الراس، اتس انكريز باي اباوت 2 سنتي ايتش مانث ديورينج ذا فيرست 3 مانث، يعني بيزيد 2 سنتي محيط الراس ده بيزيد 2 سنتي كل شهر في 3 شهور الاولى.
then increase نص سنتي each month during the second 9 months of age، يعني بيزيد نص سنتي كل شهر في 9 شهور اللي بقى يعني. طبعا الكلام ده كله حفظ، يعني مفهوش اي حاجة فيه خالص، كل حاجة حفظ. هو الباب ده رخم، رخم حبتين 3 4 كده في الارقام بتاعته، بس يعني ان شاء الله مع التكرار هيبقى كويس. بعد كده chest circumference اللي هو محيط بتاع الصدر، the end of the first year بنهاية السنة الأولى، it's equal to the head circumference. ودي نقطة مهمة جدا ممكن تكتب صح وغلط، ان الهيد سيركمفيرنس بيساوي شيست سيركمفيرنس فين؟ ات ذا اند اوف ذا فيرست يير. كده خلصنا من الفيزيكال جروس، ندخل على الفيزيولوجيكال جروس. الفيزيولوجيكال جروس اللي هو خاص بالفايتال ساينس، بالنسبة للبولس هيكون من 110 ل 150 بيتس بير مينت، بالنسبة للريسبيريشن هيكون 35 سيدة وناقص 10 نفس لكل دقيقة، والبريستور النوز طبعا، والبلاد بريشر يكون من 80 على 50 زائد او ناقص 20 على 10 ام ام اتش جي. طبعا الحاجات دي كلها حفظ تمام. دنتيشن اللي هو زور الاسنان، هو عبارة عن ابشن اوف ستيز اللي هو خروج الاسنان، ستار اسمه ايه، من 5 6 مانس، من 5 ل 6 شهور في ايدج من العمر. اتس كولد ملكي تيز اللي هي الاسنان النبالية، او الديستيد وستيز، او تمرر تيز اللي هي الاسنان المؤقتة. بعد كده هنقسم عندنا بقى الفك العلوي والفك السفلي. الفك العلوي اللي هو الأبر تيس، مطلوب مننا نعرف يعني الأسنان كل سنة اسمها ايه، بتظهر امتى، وبتستبدل امتى، تستبدل امتى تمام. يعني عندنا فوق وتحت الاتنين، سنترال انسايزور، لاترال انسايزور يعني القواطع يعني. بعد كده الكناين او اللي هي الكاظبة الأنياب، فريست مولر والسكند مولر اللي هي الدروس تمام. الاسماء فوق هي نفس الاسماء تحت، بس هتختلف ده هيظهر امتى وهيستبدل امتى. اول حاجه مبدئيا كده احنا هنثبت ايه، هنثبت التغيير بتاع الاسنان اللي في الفك العلوي والتغيير بتاع الاسنان اللي في الفك السفلي. الاتنين بيتغيروا عند نفس السنين ما عدا باختلاف بس اللي هو القناين اللي هي الانياب بتاعه الفك السفلي فيها حاجه، فيها اختلاف بسيط تمام. يبقى من الاول كده هنثبت ان الاسنان في الفك العلوي الاسنان في الفك السفلي بتتغير في نفس السنين تقريبا ما عدا اللي هو الانياب في الفك السفلي فيها اختلاف بسيط تمام. طيب اول حاجه اللي هو السنترال انسايزرز، القواطع المركزيه اللي هما السنتين الكبار اللي في الفك السفلي دول، سوري اللي في الفك العلوي، بيبداوا يظهروا من 8 ل 12 شهر، وبيتغيروا عند من 6 ل 7 سنين. اللاترال انسايزرز في الابر طبعا بتظهر من 9 ل 13، مش احنا كنا بنقول ان السنترال بتظهر من 8 ل 12، هنزود عليها 1، هنزود على 8 1 يبقى 9، هنزود على 12 1 يبقى 13، يبقى اللاترال انسايزر بتظهر من 9 ل 13 شهر، وبتستبدل برضو عند كام، من 7 ل 8 سنين تمام. بعد كده الكناين او الكاسبوس اللي هي الانياب، بتظهر عند من 16 ل 22 شهر، وبتستبدل عند من 10 ل 12 سنة. اللي بيستبدل زيها من 10 ل 12 سنة نبدأ نعلم كده اللي هو السكند مولر. السكند مولر في الأبر تيس وفي اللور تيس، يعني بحاول ان انا يعني اخلي المتشابهين او التشابه مع بعضه عشان يبقى سهل. الجزئيه دي صعبه، صعبه جدا يعني، يعني محتاجه حفظ ما فيهاش اي فهم اصلا. فيرست مولر اللي هي الدروس، لا والدرس، الدرس الاول بقى بيظهر امتى؟ من 13 ل 19 شهر، ويستبدل عند من 9 ل 11 شهر. زي برضه تحت في اللور تيس الفيرست مولر برضه بيستبدل عند من 9 ل 11 سنه، مش شهر، سنة. السكند مولر اللي هي الدروس التانية بقى تظهر من 25 ل 33 شهر، وتستبدل عند من 10 ل 12 سنة زي ما احنا قلنا يفوق تمام. بعد كده اللور تيس هنجيبها من تحت لفوق، من تحت اللي هو الثندر انسايزر، تبدأ عند من 6 ل 10 شهور، وبتستبدل عند 6 ل 7 سنين. اللي فوق برضو كانت بتستبدل من 6 ل 7 سنين في الابر تيس. بعد كده اللاترال انسايزر من 10 ل 16 شهر بتبدأ ظهورها، وبتستبدل عند من 7 ل 8 سنين برضه نفس الأبرتيز. الكناين أو الكاسبت بتبدأ عند من 17 ل 23 شهر،
وبتستبدل عند من 9 لـ12 شهر. فوق في الأبرتيس كانت بتستبدل عند من 10 لـ12، هنا من 9 لـ12. ده بس الاختلاف البسيط في الاستبدال. بعد كده الفريست مولر في الأبرتيس بيظهر من 14 لـ18 مانس، بيستبدل عند من 9 لـ12 سنة. والسكند مولر من 23 لـ31 شهر، بيستبدل عند من 10 لـ12 سنة. وصعب شوية في الحفظ بس يعني ان شاء الله برضو بالتكرار هيبقى سهل. بعد كده كده خلصنا الجروس بتاع الانفانت. ندخل بقى على الموتور بتاع الانفانت. اتسو مانس يعني في عمر شهرين، الطفل ده بيكون قادر انه يعمل تيرن فروم سايد تو باك، يعني انا لو حطيته على جنبه الطفل ده قادر ان هو يقلب نفسه ايه على ظهره، تمام؟ دي الحاجة اللي بيعملها في الشهر ده. اتسي مانس في عمر 3 شهور، زي انفانت كان بيعمل حاجتين في عمر الـ3 شهور. الطفل ده بيعمل حاجتين، اول حاجه بيعملها اللي هو هولد الهيد اريكس، يعني بيمسك الراس بتاعته كده في الوضع الاريكس الثابت او الانتصاب كده اند ستيدي بثبات، وهولد الاوبجكت بوت ان هاندز، يعني اي حاجه احطها في ايديها يمسك، تمام. بعد كده ات 4 مانس في عمر الـ4 شهور، زي انفانت كان سيت ويز اديكويت سبورت، يعني بيجلس او بيقعد من خلال بعمل له سبورت، من خلال بحط بقى بلوز حواليه او بحط اي حاجه داعمه او مشدات او حاجه بتدعم الطفل حوالينه، بس يكون دعم ده دعم كامل، الطفل ده مش قادر يسند يعني، ولو سبته اصلا هيقع. ات 5 مانس في عمر الـ5 شهور، زي انفانت كان سيت ويز سلايد سبورت، هبدا اخفف شويه من السبورت، بس هو السبورت موجود مش هشيله بس هخففه شويه. والطفل ده بيعمل بيلفيت اب تو ماوس هوينس باين، يعني بيجيب رجليه عند بقه لما بيتحط على ظهره. بعد كده ات 6 مانس بعمر 6 شهور، زي انفانت كان سيت الون بريفلي، يعني الطفل ده بيقعد لوحده يعني، بس بيقعد لوحده كده بس ممكن يقع، تمام. وكمان بيعمل حاجه كمان اللي هو هولد اون بوتل، يعني بيمسك ايه بيمسك الزجاجه بتاعته، المقصود بقى الببرونه بتاعته يعني لوحده. بعد كده ات 7 مانس في عمر 7 شهور، زي انفانسي كان سيت الون، الطفل ده بيقدر يقعد لوحده. هولد الكوب، يعني كمان بيمسك ايه بيمسك الكوبايه. ات 8 مانس في سن 8 شهور، زي انفانسي كان سيت الون ستيدلي، يعني بيقعد لوحده بثبات في سن 8 شهور، وكمان بيعمل درينك فروم ذا كوب وذ اسيستنس، يعني بيشرب من الكوبايه دي بمساعده. يبقى في سن 7 شهور كان بيجلس الون يعني سيت الون، بس في سن 8 شهور ست الون ستيدلي بثبات، لازم ستيدلي دي، يعني مثلا لو جالي صح وغلط ان ادس ايج اوف 7 مانس ان الانفانت كان ست الون ستيدلي غلط، تمام ماشي. بعد كده بعد كده في شهر اللي هو في سن 7 شهور هولد الكب، في سن 8 شهور بيشرب من الكب بس بمساعده ويز اسيستنس، تمام. بعد كده ات 8 مانس اذا انفانت كان كريول، يعني بيزحف، اللي هو عباره عن بول بادي هو البروبوزيشن، ماشي. ات 10 مانس يعني في سن 10 شهور، زي انفانت كان ووك بات ويز هيلب، يعني بيمشي بس بمساعدة. بعد كده 11 مانس زي انفانت ووك هولدينج فرنيتشر، بيمسك في الاساس بتاع المنزل. ات 20 مانس في سن 12 شهر انفانت ستاند الون، بيقفل لوحده فور فاريبل لينس اوف تايم، لأوقات متغيرة من الوقت. ووك ان فيو ستيبس، بيمشي على خطوات قليلة. بعد كده هتكلم عن emotional development، طبعا دي محتاجة حفظ اللي هي motor development. بعد كده هي emotional development اللي هو التطور العاطفي. في كام نقطة كده، اول حاجة ان the infant emotions، ان العواطف بتاعت الطفل ده instable غير مستقر، يعني تلاقيه بيعيط وفجأة تلاقيه بيضحك، اللي هو heredity syndrome they change from crying to laughter. بعد كده the infant's affection، يعني العاطفة بتاعت الطفل ده love family members appear، يعني بيحب الظهور بتاع ايه الفاميلي ممبرز بتاعته. بايتين مانس في سن 10 شهور بقى، يعني انفانت ده اكسبريس سيفرال بيجينينج ريكوجنايزبل ايموشنز، يعني بيبدا بقى يتعرف على شويه عواطف كده زي ايه الانجر الغضب السادنس الحزن بريشر السعاده جلسي الغيره انزايتي اللي هو القلق افكشن العاطفه. بوينت 12 مانس بقى في ايج ايموشنز ار كليرلي ديستنجيشابل، يعني بتكون متميزه، يعني بتكون واضحه ومتميزه، تمام. بعد كده اللي هو السوشيال ديفلوبمنت اللي هو التطور الاجتماعي، ان الانفانت ليرنز ذات كراينج برينج الاتنشن، يعني الطفل ده
لما بيعيط بيلاقي الاهتمام بيجي من حواليه، بيلاقي والده ووالدته جايين حواليه عشان يسكتوه، فمن هنا بيتعلم انه لما يعيط هيجذب انتباه اللي حواليه ان هم يجوا يسكتوه او يلبوا طلباته. بعد كده the infant smiles in response to smile of others، يعني انت لو ضحكت له هيضحك لك. the infant show fear of strangers، stranger للغرباء اللي هي stranger anxiety، يعني لو جاله حد غريب بيخاف منه على عكس طبعا family member. he responds socially to his name، يعني لو نديت عليه بيستجيب، يعني حتى لو هيبصلك حتى. بعد كده بيحصل develop the sense of trust and mistrust. امتى يحصل trust mistrust؟ trust اللي هي الثقة، الثقة دي بتيجي من خلال انا بلبي الاحتياجات الاساسية بتاعة الطفل ده في الفترة اللي هو فيها دي. طبعا trust دي بتيجي من caregiver اللي هم اللي هي مين، اللي هي المزر الام بتاعة الطفل اثناء الفيدينج. اما المستراست امتى؟ لو الانفانت نوت فولفيل هيز نيدز، هنا وانا ملبتش الاحتياجات الاساسيه بتاعته. طيب ايه هي الاحتياجات الاساسيه بتاعه الطفل اصلا في مرحله الانفانس؟ هنا هما خمس حاجات: لاف اند سيكيورتي، الامن، الحب والامن، الفيدينج اللي هو الاطعام، السكنج بليشر. طبعا دي اكتر فتره بيستمتع بها الطفل في ايه، بالمص، وورمس اند كومفورت، ان انا بدفي الطفل ده وبخليه في وضع مريح، وسنسوري ستيميليشن، ان انا بنبه الحواس بتاعه الطفل ده. وكده يبقى خلصنا الجزء الثالث بتاع جروث ديفلوبمنت اللي بيخص الانفانت.